على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى الدعم الشعبي وخصوصا على المستوى الأمني والعسكري واللوجستي، إيران واقفة ولا تسمح أن يؤذى حزب الله ومهما كلفت الأثمان. نحن الآن لماذا نعاقب؟ لماذا في الحقيقة نهاجم؟ لماذا يقتلون القائد سليماني مع رفيق نضاله يشهده المهندس؟ لأنه وقفنا بوجه أمريكا، هذا قالته أمريكا علنا، أنه حتى سماحة السيد الشيخ حسن نصر الله نشرت مجلة الأكسيوس أنه بما أنه من خلال زيارات هوكشتاين للبنان وإيصال رسائل أمريكية لحزب الله، بالرغم من أنه لم يلتقي مرة واحدة بالحقيقة ورفض بالكامل السيد حسن لقائه بهوكشتاين، عندما توصلوا أنه لا ينفصل حزب الله عن جبهة الإسناد لغزة، قال إذن يجب أن يحذف من المعادلة. ما معنى يحذف من المعادلة؟ يعني أصدرت أمريكا ونتنياهو في نيويورك، أصدرت أمريكا أمر اغتيال الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه، وقامت ما قامت به أمريكا. إذن إيران تقول مع كل هذا وذاك نحن لا في الحقيقة نكف عن دعمنا على مختلف المستويات. ولماذا يستشهد الجنرال نيل فروشان في نفس عملية القصف الذي كانت في اجتماع كان في اجتماع مع سمت السيد حسن؟ ذهب ليعطي في الحقيقة الاستشارات العسكرية، وهو مستشار عسكري وكان أخصائي في العمليات العسكرية. إذن لا نحيد ولا نبتعد عن حزب الله، بخلاف ما اتهموا إيران لأنه طالت مدة الانتقام والثأر أنه تخلت إيران، وهذا الذي نسمعه في الفضائيات مع الأسف العربية أكثر من الفضاءات الأجنبية. إذن إيران واقفة وتعرف هذا مسار طويل، ويجب أن قال شدوا الأحزمة، يعني في بداية خطابه قال يجب علينا شد الأحزمة. معنى أنه المقاومة مستمرة والجهاد والمواجهة مستمرة.